الاثنين، 14 من أكتوبر لعام 2019، برج الحمل. مهنياً أنت أكثر نشاطاً اليوم، استغل هذه الفرصة وانجز العمل المتراكم. عاطفياً حاول أن تقلل الفجوة التي بينك وبين الحبيب واغتنم فرصة الوصال، برج الثور. مهنياً ستبرم بعض العقود القانونية الهامة، توخي الحذر قبل التوقيع. عاطفياً لقاؤك اليوم مع الحبيب ستخرج منه بقرارات حاسمة، برج الجوزاء. مهنياً هناك من يريد الإيقاع بك، ركز ولا تعطيهم هذه الفرصة. عاطفياً مهما كانت ضغوطك سيظل شريك حياتك هو الملجأ الآمن لك، برج السرطان. مهنياً مكافأة من الرئيس قريباً، استمر في عملك بتركيز. عاطفياً الحبيب يعرف قيمتك ويقدرها جيداً، وبالوقت سيظهر مشاعره لك، برج الأسد. مهنياً لا تسمح لأحد أن يستغل طيبتك ويحملك فوق طاقتك. عاطفياً النقاش مع شريك الحياة يمكن أن يطور الأمور بشكل غير لائق، التزم الهدوء، برج العذراء. مهنياً ضغوط العمل تزيدك توتر، حاول أن تلتزم الهدوء والتركيز. عاطفياً تشعر بالقلق وعدم الراحة مع الحبيب، فكر بحكمة وخذ قرارك، برج الميزان. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنان مجدي بدر، والمخرج محمد راضي، والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر المشير أحمد إسماعيل علي. مهنياً لا تتكاسل عن أداء مهامك في العمل حتى لا تدخل في مشاكل كبيرة مع المدير نتيجة لتقصيرك المتواصل خلال هذه الفترة، فأنت شخص مجتهد فلا تهدر نتيجة تعبك. عاطفياً كن أكثر عاطفية أثناء تعاملك مع الشريك حتى تتخطى حالة الملل التي تعيشون فيها بسلام، واحتوي الأمر في أسرع وقت ممكن، برج العقرب. مهنياً ابحث عن مهنة جديدة ولا تخف من التغيير، فأنت شخص ناجح تجيد أي شيء تعمل فيه بحب. عاطفياً كن أكثر تفهماً أثناء حديثك مع الشريك حتى لا يضعك أسلوبك العنيف في مشاكل كبيرة معه، برج القوس. مهنياً مديرك يصرف لك مكافأة بسبب أدائك المهني المتميز خلال الفترة الماضية، فكن أكثر التزاماً وحقق المزيد. عاطفياً شريكك يشعر بالتغير تجاهك بسبب إهمالك له خلال الفترة الأخيرة، فحاول أن تصلح معه ما أفسدته أنت خلال الفترة الأخيرة، برج الجدي. مهنياً إنتاجك ملحوظ اليوم، استمر في العمل بنفس الطريقة ولا تتكاسل. عاطفياً لا تظهر مشاعرك وانتظر البداية من الآخر، برج الدلو. مهنياً ستصل إلى المراد في عملك ولكن بعد أن تخسر صديقاً عزيزاً. عاطفياً اخلص لشريك حياتك أكثر من ذلك فإنه يستحق، برج الحوت. مهنياً ركز في عملك فقط واترك الآخرين وشأنهم. عاطفياً اهتمامك بالبيت والزوجة أفضل بكثير مما تفكر فيه، العائلة تعني الاستقرار.